ناخد تاخد لقطة 85. ايقاف فريق بالكامل. ففريق في الكام حد يقدر ياخد القرار ده؟ قرار صعب جدا، قرار انه يدخل يقول لمجلس الاداره 1 2 3 4 بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني اهو بيستقبل كمان بحفاوه، وطبعا الكابتن سيد سبقه. موسيماني يعني يعيش زخم قيمه الاهلي ووهج الاهلي. طبعا والناس منتظره منه كتير وشايفينه مشروع مهم جدا، محتاج شغل محتاج عمل محتاج تركيز محتاج جهد.